أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مدرسة على الهواء. بالأمس رجعنا أول مراجعة في الديناميكا، مراجعات ليلة الامتحان، وراجعنا مسائل كتير. والنهاردة إن شاء الله وبكرة هنراجع بقية الديناميكا، ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الفاضل الأستاذ شعبان عبد الرازق عمر. أهلا يا فندم، اهلا استاذ مصر، اهلا وسهلا. وهنستمتع سويا النهارده وبكره في مراجعات الديناميكا. اتفضل يا فندم. احنا انت عارف في الامس طبعا احنا عملنا ساعتين مراجعه في الديناميكا. برضو بنحاول في المراجعه ديت ان احنا بنجيب افكار كتير، بحيث ان شاء الله الامتحان مش يطلع بره اللي احنا بنقوله ان شاء الله يا فندم. يعني بعون الله، حتى في التفاضل كنا عملنا مراجعه جه مسائل كتير جدا من اللي احنا راجعناها في الامتحان. فارجو من امدان الطلبه تركز معانا وهتستفاد ان شاء الله. والامتحان جاي بسيط ان شاء الله، زي امتحان التفاضل برضو ما كانش فيه مشكله، فالحمد لله برضو هتبقى ربنا يوفقك. فبرضو هنستمر في المراجعه بحيث برضو ناخد افكار جديده ومسائل بسيطه برضو في المنهج بتاعنا، وربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. نبتدي باول مساله. جسيم يتحرك في خط مستقيم ومعادلة حركته س تساوي ظ ن، فإن عجلته ج بتساوي هل أ ق تربيع ن، ب 2 ظ ن، ج 2 ع س، د ع س؟ هنا أنا عندي السين أو الموضع دالة في الزمن. تمام. زي ما قلنا قبل كده، يعني برضو نفكر أبنائنا الطلبة عشان ما تتوهش منا. أيوه. أما يكون س دالة في ن أشتقها، يعني ده السين ده النون، دي بيديك السرعه. كويس. او لو جبت انت مثلا ف، عارفين بتساوي س ناقص س صفر، اللي هو متجه الموضع النهائي ناقص متجه الموضع الابتدائي يديك الازاح. أيوه. يبقى ده السين ده النون او ده الف ده النون يديك السرعه. الدعي. ماشي. تشتق السرعه بالنسبه للزمن يديك العجله. فلو انت عندك س وعاوز اجيب العجله يبقى هشتق كم مره؟ مرتين. عملية سهلة جدا وتبقى دالة في نون. احنا تعمدنا هنا ان احنا نجيب مسألة هي دالة في نون بس دالة مثلثية. فانا عندي س بتساوي ظ ن. كويس. هجيب دال س دال نون اللي هي تعتبر السرعة. تمام. مشتقة الظ ق تربيع، يبقى ق تربيع ن. تمام. طيب عاوزين ج، يبقى ج دال عين دال نون. كويس. القا تربيع يعتبر عباره عن قانون الكل تربيع. تمام. نشتق القوس وما نشتق ما بداخل القوس. تمام. يبقى اتنين قانون في قضاء. مشتقة القا ق ظ اهو، قانون في ظ ن. تمام. احنا عاوزين نوصل للي هو حاجه من اللي احنا كاتبينها كده. ده اتنين قا تربيع ن، ق في قا بقا تربيع ن في ظ ن. تعالى بص بقى، قا تربيع بعين يبقى اتنين عين، ظنون بسين خلاص طلع يبقى اتنين عين سين، اللي هو يعتبر الاختيار جيم اهو. وزي ما قلنا نظلل على حاجة واحدة فقط عشان تتحسب له، عشان يبقى الاجابة بتاعتنا اللي هي الاجابة جيم. تمام يا فندم. تمام. نشوف نشوف فيه. واحدة تانية برضو. بتقول يتحرك جسيم في خط مستقيم تحت تأثير القوة المتجه قف واحد بيساوي 4 في اتجاه س زائد 3 في اتجاه عين، ومتجه قف 2 سالب في اتجاه س زائد 4 في اتجاه ص ناقص 15 في اتجاه عين، والمتجه قف 3 بحيث كان متجه الإزاحة المتجه فيه بيساوي 2 ن في اتجاه س ناقص ن في اتجاه ص زائد نص ن في اتجاه عين. فإن معيار المتجه قف 3 بيساوي إيه؟ وحدة قوة. يعني الراجل هنا عاوز يجيب قف 3. ومدينا أربع إجابات. هل تطلع بخمسة ولا 4 جذر 10 ولا 5 جذر 10 ولا 13؟ اتفضل يا فندم. فإحنا هنا. أيوه. الراجل ما ادانيش نوع الحركة. هل هو بعجلة؟ ولا حركة منتظمة؟ فبنيجي طب انا اعرفها ازاي؟ فهو مديك متجه الازاحه ناقص نون صاد زائد نص نون عين. كويس. احنا عارفين ان كل ما بشتق الدرجه بتقل.
المشتقة درجتها بتبقى أقل من الدالة اللي قبلها. بص بيقل فبنلاحظ الإذاعة هنا درجة تانية درجة أولى. فلما تجيب السرعة أيوه ده الف ده النو هتساوي 2 س ناقص ص زائد نص عين كويس. أصبح السرعة ثابتة. لما اشتق السرعة يديك العجلة. هيدينا المتجه الصفري. معنى العجلة بيساوي المتجه الصفري منتظم. يبقى الجسم متحرك بسرعة منتظمة. يبقى حضرتك قعدت عايز تبحث نوع الحركة فكان لازم توصل للعجلة عشان تقدر تحكم عليها. تمام يا فندم. يبقى عندنا يبقى معنى كده ان الجسم يتحرك ايوه بسرعة منتظم. حلوة لان هو اخفى حضرتك اخفيت نوع الحركة. نوع الحركة. تمام يا فندم. ادام الجسم يتحرك بسرعة منتظمة يبقى محصلة القوى المؤثرة على الجسم بتساوي المتجه الصفري. تمام. يعني معنى كده ان قاف واحد زائد قاف اثنين زائد قاف تلاتة بيساوي المتجه الصفري. يبقى بالتالي قاف تلاتة سالب مجموع دول سالب قاف واحد سالب قاف اثنين. يبقى قاف تلاتة اهو قاف واحد عندنا باربعة سين زائد تلاتة عين يبقى سالب اربعة سين سالب تلاتة عين. زائد سالب قاف اتنين قاف اتنين عبارة عن سالب سين زائد اربعة صاد ناقص خمستاشر عين يبقى هضربها في سالب هتبقى سين ناقص اربعة صاد زائد خمستاشر عين. يبقى بالتالي قاف تلاتة سالب اربعة سين وسين يبقى سالب تلاتة سين صاد ما فيش هنا في المركبة هنا يبقى ناقص اربعة صاد ناقص تلاتة عين وزائد خمستاشر عين يبقى زائد اتناشر عين. يبقى انت جبت متجه قاف. عايز معياره بقى. معياره. يبقى معيار قاف تلاتة الجذر التربيعي مربع المركبة السينية يبقى بتسعة زائد ستاشر زائد مية اربعة واربعين يبقى جذر مية تسعة وستين يدينا تلاتاشر اللي هو الاختيار بقى كام دال اهو. يبقى نظلل على الدال. حلو. عملية بسيطة جميلة جدا بس برضو فيها نعرف نوع الحركة. شوية مفاهيم بسيطة. كويس. تمام. شوف مسألة نمرة ثلاثة يا فندم. المسألة رقم ثلاثة. بتقول إذا كان عين بتساوي اتنين نون ناقص واحد وكانت سين بتساوي تلاتة عندما نون بتساوي واحد فإن سين بتساوي إيه؟ هل تطلع بسين تساوي نون تربيع ناقص نون ولا سين بتساوي نون تربيع ناقص نون زائد واحد ولا سين تساوي نون تربيع ناقص نون ناقص تلاتة ولا سين بتساوي نون تربيع ناقص نون زائد تلاتة؟ اتفضل يا فندم. هو مديك السرعة. كويس. انا قلنا في البداية ان لو عندك متجه الموضع اشتقه يديك متجه السرعة. كويس. اشتقه يديك متجه العجل. حلو قوي. العكس بقى بالتكامل. لو انت عندك العجل عاوز اجيب الازاح او الموضع اكامل مرتين. أمين. اول مرة يديك السرعة تاني مرة يديك الموضع. كويس. فهو انا مديني السرعة اهو السرعة بتساوي اتنين ناقص واحد يبقى بالتكامل. ايوه. عشان اجيب الموضع. تمام. وعاوز اجيب سين اهو. تمام. يبقى سين بتساوي اكامل ديت يبقى اتنين نون تربيع على اتنين ناقص نون زائد ثابت. نجيب الثابت. نون هو مديني معلومات. ايوه. قال لك السين بتلاتة عندما نون بواحد. كويس. عوض تلاتة نون بواحد يبقى واحد ناقص واحد زائد ثابت يبقى الثابت بتلاتة. يبقى بالتالي السين بقى بتساوي نون تربيع ناقص نون الورق. زائد تلاتة. الورق. ايوه اهو. ايوه. تمام كده؟ الاجابة نون تربيع. ناقص دال. نون زائد تلاتة يبقى الاختيار ايه؟ دال. تمام يا فندم. يبقى الاختيار دال. برضو هي مسائل بسيطة. بس عاوز واحد برضو يكون مذاكر. هو هيجي كده. فاهم. هو ان شاء الله هيجي كده. تطبيق مباشر ما فيهاش ايه؟ اي مشاكل. ان شاء الله. طبعا احنا طول السنة كنا شغالين حاجات أصعب من كده. أصعب من كده شوية إنما ماشي الأمور معانا. إذا كان مسألة من أربعة بقى بتقول إذا كان سين بتساوي نص نون تربيع ناقص اتنين نون
فإن الحركة تكون متسارعة في الفترة الزمنية إيه؟ هل الفترة المفتوحة 0 و2، الفترة المفتوحة 0 وما لا نهاية، الفترة المفتوحة 2 وما لا نهاية، 2 وما لا نهاية، وبعدين الفترة المفتوحة 0 وما لا نهاية، والفترة المفتوحة سالب ما لا نهاية الاتنين؟ واتنين. اتفضل. عشان أعرف الحركة متسارعة أو أيوة. تكسيرية لازم أعرف إشارة عين وجيم. تمام. لو عين وجيم في اتجاه واحد يبقى الحركة متسارعة. موجب. في اتجاهين متضادين يبقى الحركة تقصيرية. جميل. بمعنى تاني، أيوة، لو أنا جبت القياس الجبري للسرعة والقياس الجبري للعجلة، إذا طلعوا الاتنين موجبين يبقى الحركة متسارعة. الاتنين بالسالب يبقى الحركة متسارعة. إنما واحدة موجبة واحدة سالبة يبقى الحركة تكسيرية. يعني لو اللي احنا بنقول ايه بقى؟ عين في جيم يبقى أكبر من الصفر يبقى الحركة متسارعة. تمام. عين في جيم أصغر من الصفر يبقى الحركة ايه؟ تكسيرية. تمام. يبقى أنا قبل ما ابتدي بعرف أنا هعمل ايه؟ فهو مديك الموضع س بتساوي نص نون تربيع ناقص 2 نون، يبقى لازم اعرف اخبار عين وجيم ايه. تمام. هجيب عين هشتق سين. حلو. اجيب جيم هشتق عين. تعالى بقى. في بعض ناس بتعملها متباينه. عشان تبقى الحركه متسارعه يبقى عين في جيم اكبر من الصفر. انا بقى ما بعملش كده. اما يكون عندك عين وجيم ابحث اشاره عين وجيم على خط الاعداد افضل. فعشان ابحث اشاره عين، احنا عارفين عين بصفر عندما نون باتنين. تعال على خط الاعداد، ادي الاتنين، ادي اشاره عين. ده ما احنا خدنا كام في التفاضل لسه مخلصينه. أيوة. اللي على اليمين مصر اشاره نون، يبقى ده بالموجب عكس. وده بالسالب. هتغلط خد خيم وعوض، هيطلع موجب. يعني خد قيمه يمين نون يمين الاثنين الاثنين، هتطلع قيمه موجبه. يعني 3 ناقص 2 ب1. تمام. خد قيمه يسار الاثنين ب1 يطلع بالسالب. كويس. طب هات اشاره جيم. طبعا لغايه الصفر. اشاره جيم. جيم دائما موجبه اهو. كويس. طب الاثنين اشارتهم متحده فين في الفتره دي؟ يبقى من اتنين لملا نهايه، يبقى الحركه متسارعه ايوه في الفتره من اتنين لملا نهايه. اهي. جميل. هو متحدين في الاشاره. اسهل. وتخش في متباينات ولا حاجه. تمام. بالذات ليه ما تنفعش متباينات؟ ساعات بيعجزك. افرض كانت عندي درجه ثانيه. والثانيه هتبقى درجه اولى، هتضربهم في بعض يطلع درجه ثالثه، مش هتعرف تبحث الاشاره. مش هتعرف عين في جيم اكبر من صفر ولا لا. تمام. هتبقى متباينه من الدرجه الثالثه. بيبقى في مسائل. لو قال لك الحركه تكسيريه كنت خدت الفتره من صفر لاثنين. ايوه. اللي هي الحلقه الاولانيه. لو الحركه تكسيريه يبقى من صفر لاثنين. يبقى انت حضرتك عايز تهرب الطالب لطريقه حل اسهل، خط الاعداد افضل من المتباين. من المتباين. عشان ممكن درجه المعادله تبقى عاليه. تمام. تمام يا فندم. نيجي مسألة برضو من المسائل المتوقعة تيجي في الامتحان. جميلة، بتاعت الكتلة المتغيرة. بتقول إذا تحرك جسم كتلته كاف كدالة في الزمن بتساوي 2 نون زائد 3 كيلو جرام في خط مستقيم، وكان متجه إزاحته كدالة في الزمن يعطى المتجه فيه بيساوي 3 على 2 نون تربيع زائد 2 نون في اتجاهه إيه؟ وفيه مقاسة بالمتر ونون بالثانية، فإن مقدار القوة بعد الزمن قدره نون بتساوي واحد، هي نون بتساوي ايه نيوتن؟ قاب بتساوي ايه نيوتن؟ قاب بتساوي ايه نيوتن؟ هل تطلع بخمسة او ولا 15 ولا 25 ولا 18؟ هو عايز قاب. عايز قاب. ويلاحظ الطالب الكتلة هنا متغيرة يا فندم. نيجي دلوقتي عشان اجيب قاف. ايوه. وطبعا عندك ازاحه يبقى في عجله. ايوه. يبقى انت هتعمل المفروض يبقى قاف بيساوي كف جيم المفروض. بس طالما الكتله متغيره. ايوه. بجيب كميه الحركه. طب واشتق كميه الحركه. نفضلها. تمام. يبقى تاني خد بالك عشان ده سؤال في الامتحان مهم. بيجي كتير. لذلك ابص، لو كانت الكتله ثابته يبقى قاف بيساوي كف جيم ثابته، يعني نقول لهم عدد.
كاب الكتله 5 كيلو جرام عدد. انما هنا الكتله داله في الزمن. ايوه وانت عرفتها متغيره ازاي؟ فيها نقط داله في الزمن. كل ما الزمن اتغير كل ما الكتله ايه تتغير. داله في نقط. يبقى عندنا ادي فيه متجه الاذاعه 3 على 2 نون. لغالبيه الطلبه فاكره ان دايما قاف هي بتساوي كاف في جيم على طول. لا ده كاف في جيم لو كتله ثابته. هشتقد يجي بالسرعه. يبقى 3 نون زائد 2 سين. ايه؟ متجه ايه؟ في متجه ايه؟ تمام. هنا بقى مش هجيب العجله، هجيب متجه كميه الحركه. ايوه. اللي هي كاف في متجه السرعه عين. ضرب في المتجه عين. لو هنعمل قياسات جبريه يبقى مين بتساوي كاف عين اللي هيبقى 3 نون زائد 2. كويس. وانا عندي كاف اصلا بكام؟ ب 2 نون زائد 3. 2 نون زائد 3 في 3 نون زائد 2. حتى دي بيسموها ايه؟ كميه الحركه عند اي لحظه. تمام. طب اضربهم في بعض كده هتطلع 2 نون في 3 نون يبقى 6 نون تربيع زائد 9 نون و4 نون يبقى 13 نون زائد 6 زائد 6 ويفضل. يبقى دي اسمها كايه؟ كميه الحركه عند اي لحظه. تمام. اشتقاء يديك الايه؟ القوه اللي احنا عايزينها. اللي احنا عاوزينها. فانا عندي ميم اهي 6 نون تربيع زائد 13 نون زائد 6 يبقى قاف مشتق كميه الحركه. ده الميم ده النون. تمام. يبقى 12 نون زائد 13. دي اسمها القوه عند اي لحظه. حتى تبقى قوه مالها متغيره. نجيب عاوزين نجيب قاف عندما نون بكام؟ بواحد. يبقى 12 زائد 13 يطلع 25. يبقى 25 نيوتن. يبقى عندنا الاختيار جيم اهو نمره جيم. بتاكد ان الطالب يبص هل كتله متغيره ولا كتله ساعات يا استاذ مصري. ايوه يا فندم. يديك الكتله متغيره باسلوب تاني. ايوه. يقول لك مثلا جس او قطره ميه. يعني يقول لك قطره ميه كتلتها 2 جرام. او ادي معدل يتراكم عليها البخار بمعدل. ايوه. 1 من 100 جرام كل ثانية. في الحالة دي ما يقول لك يتراقب بمعدل يبقى اقدر اجيب الكتلة عند اي لحظة. يبقى الكتلة 2 زائد 1 من 100 نون. خلقناها احنا بقى بدلالة. ايوه. ودي حتة في المعادلات الزمنية خدها الطالب في التفاضل. يعني ممكن ما ادكش كاب دالة في نقطة طول. انت تألفها. يروح مديك كتلة ويتراقم علي يعني قطرة بخار. البخار بيتراكم على قطرة المية فبتتغير الكتلة من لحظة إلى أخرى. يبقى في تغير في الكتلة. فبيقول لك يتراكم عليا بخار الماء بمعدل. أيوة. دائما كتلة أي جسم يساوي الكتلة بتاعته زائد الزيادة في الكتلة زائد التغير في الكتلة. اللي هو المعدل. يبقى 2 زائد 1 من 100 نون يبقى دي اسمها الكتلة عند أي لحظة. وهي ما تجيش غير بالسكتين دول. بس يا يجيبها له كده يا يألفها الطالب. يبقى لك كده. تمام. تمام. نشوف واحدة تانية. نمرة 6 بقى. بيقول لك اهو. دي على المصاعد. مصعد كهربي وزنه 350 ثقل كيلو جرام يهبط رأسيا لأسفل بعجلة تقصيرية حلوة مقدارها 49 سنتيمتر لكل ثانية تربيع. وبه رجل وزنه 70 كيلو جرام. فإن مقدار الشد في الحبل الذي يحمل المصعد بيساوي إيه ثقل كيلو جرام؟ هل تطلع 420 ولا 441 ولا 399 ولا 267 ونص؟ اتفضل يا فندم. هنا مصعد كهربي. أيوه. وزنه 350 ثقل كيلو جرام. يهبط رأسيا لأسفل بعجلة تكسيرية. يعني قاد المصعد أهوت. داخله رجل. المصعد ده كتلته 350 ما وزنه ممكن يبقى هي الكتله نفسها.
والرجل وزنه 70 كيلو جرام، ده كيلو جرام كتلته 70 كيلو جرام. الراجل عاوز ايه؟ الشد في الحبل كله بقى. لما اجيب الشد في الحبل عشان كده، يبقى الحبل ده هيشد مين؟ المصعد واللي جواه. تمام يا فندم، تمام. لذلك لازم نميز بين الضغط على ارضيه المصعد والشد. والشد تمام. لو عاوز ضغط الرجل على ارضيه المصعد ناخد الرجل فقط، نهتم بالرجل بس. تمام. تمام. انما عاوز الشد يبقى هنا، يبقى الكتله هنا كلها بقى يبقى 420 دال. ايوه. طب هو نازل بعجله تقصيريه. نيجي نعمل معاه الحركه. المفروض اقول له كام بقى؟ 420 دال. ناقص شين. 420. جيم هنا بقى ايه؟ قال لك عجله تكسيريه 49 سنتيمتر على ساعه تربيع. سلب. هروح حاططها بالسالب. سالب 49 من 100. تمام. ليه؟ عشان دي بالسنتيمتر على الثانيه تربيع. عشان زي ما احنا متفقين انا هطبق النيوتن الثاني. تبقى لازم قاف لو كانت بالنيوتن يبقى الكتله بالكيلو جرام والعجله بالمتر على الثانيه تربيع. يبقى في الحاله ديت يبقى 420 في 9.8 ناقص شين هتساوي سالب الصفر مع الصفر 42 في 4.9. يبقى 420 في 980 زائد 42 في 4.9 بتساوي شيء. طبعا دي هتطلع بالايه؟ بالنيوتن كده. تمام. يعني يبقى شين هتساوي لما ناخد مثلا 420 عامل مشترك هيبقى 9.8 زائد 49 من 100 ده نيوتن. عايزينها بقى بسكر. احنا عاوزينها بسكر كيلو جرام. اقسم على 9.8 من 10. تمام. اهو يبقى شين 420 في هتبقى دي كام؟ 9.2 على 9.8 هتطلع 441 سكل كيلو جرام. يعني الإجابة دي الاختيار حلوة ويخلي باله. يبقى ناخد بالنا في هنا ملاحظتين تقصيرية. في هنا ملاحظتين. أيوة فهم. الملاحظة الأولانية لو عاوز الشد في الحبل كله يبقى ناخد المصعد واللي جواه. تمام. الملاحظة الثانية بالضبط أنا بعمل معادلة الحركة عادي. خلاص؟ نازل بعجلة تكسيرية أروح حاطط جيم بالسالب. أعمل معادلة الحركة إنه هابط. اللي في اتجاه الحركة موجب في اتجاه مضاد سالب وبعدين أحط جيم بالإيه؟ بالسالب. طالما قال له تكسيرية. تكسيرية. لو عاوز الضغط على أرضية المصعد أجيب محاضرة حركة الجسم فقط اللي هو الرجل فقط بدون وزن المصعد. تمام يا فندم. نشوف مسألة نمرة 7. قذيفة كتلتها 1 كيلو جرام تنطلق من فوهة مدفع بسرعة 720 كيلو متر كل ساعة نحو دبابة كتلتها 50 طن تتحرك نحو المدفع بسرعة 20 متر كل ثانية، فإن مقدار كمية حركة الدبابة بالنسبة للقذيفة تساوي ايه كيلو جرام في متر كل ثانية؟ هل تطلع 205؟ لا 200. 200 بس؟ ولا 220 ولا 10^7 ولا 1.1 × 10^7؟ اتفضل. طب هو هنا عندنا القذيفة كتلة القذيفة 1 كيلو جرام تنطلق من مدفع بسرعة القذيفة 720 كيلو متر اضرب في 5 × 18 كويس هتطلع ب 200 متر على الثانية. يبقى دي سرعة القذيفة. نيجي الدبابة كتلة الدبابة 50 طن سرعة الدبابة 20 متر على الثانية. المدفع بيتحرك نحو الدبابة. نحط تحتها خط بقى. أيوة. نحو. يبقى السرعة في اتجاه متضادين.
يبقى لازم هو عايز كميه حركه الدبابه بالنسبه للقذيفه. ايوه يبقى لازم اجيب سرعه الدبابه بالنسبه للقذيفه. يبقى بنقول عين ب قاص، ادينا عين ب زائد عين قاص على طول وتضدين. لو في اتجاه واحد يبقى عين ب ناقص عين قاص. تمام. وكانوا سرعه نسبيه درسوا قبل كده. عين ب عين الدبابه 20، القذيفه 200، يبقى 220 متر على الثانيه. حلو. طب هو عايز كميه حركه الدبابه بالنسبه للقذيفه، يبقى اخد كتله الدبابه في سرعه السرعه النسبيه اللي احنا جبناها. انما لو عاوز كميه حركه القذيفه بالنسبه للدبابه، اجيب كتله القذيفه في السرعه النسبيه. تمام. يبقى لما اقول كده كميه حركه الدبابه بالنسبه للقذيفه اللي هتبقى كاف عين به قاف. كتله الدبابه كام؟ 50 طن. يبقى 50 في 10 اس 3 في 220. لما نضرب دول في بعض هتطلع 10 اس 5 في 110. يعني ممكن نعملها 1.1 في 10 اس 7. ماشي. اللي هو الاختيار بقى رقم كام؟ دال. يبقى الاختيار دال اهو، يبقى ظلل على دال عشان ده كيلو جرام متر على السنة. فانا بوفق الايه؟ على حسب على حسب ما هو عندي. تمام. تمام كده؟ يبقى عرفت. انما لو عاوز كمية حركة القذيفة بالنسبة للدبابة كنت خدت قدرة القذيفة. تمام. فناخد بالنا من الحاجات دي. ده من الأسئلة برضو. عايزين نشوف بقى مسألة نمرة 8. مدينا شكل جسم. بيقول لك في الشكل المقابل إذا بدأت المجموعة الحركة من السكون على مستوى أفقي أملس. عايز الضغط على محور البكرة باعتبار أن دال عجلة الجاذبية الأرضية، هل بيساوي تلتين كاف دال؟ هل بيساوي تلت جذر 2 كاف دال؟ تمام. 2 على 3 جذر 2 كاف دال ولا 2 جذر 3 كاف دال؟ حلو. يعني محتاج اجيب الشد. زي ما انا قلت لها طريقتين. اقدر اجيب العجله؟ طب ما انا اجيب العجله بالطريقه بتاعتي. مجموع القوى المحركه قلناها الحلقه اللي فاتت اللي هو في المراجعه اللي فاتت على مجموع الكتل. في دال. فهنا القوى المحركه كاف في دال اهي، اللي هي دي بس بتحرك. تمام. على كاف زائد 2 كاف يبقى يدينا تلت دال. دي العجله. حلو. طب عاوزين نجيب الشد. ما نجيب معدل حركه الجسم الموضوع على المستوى الافقي الاملس. يبقى سهله. يبقى شين بيساوي 2 كاف في جيم. 2 كاف بتلت دال. يبقى 2 على 3 دال. يبقى دي الشد. طب عاوز اجيب الضغط على البقره. في كاف هنا. ما هي عندنا كاف باتنين كاف. اتنين. اتنين كاف. لا ما هو عندنا اتنين كاف. ماشي. في تلت. يبقى اتنين على تلاته كاف دال. تمام. طيب انا عندي ضاد جذر اتنين شين. حلو. عوض. يبقى ضاد شين عندنا اهي، يبقى 2 على 3 كاف جذر 2 دال، اللي هو يعتبر الاختيار ايه بقى؟ الاختيار ج. يعني 3 جذر 2 كاف يبقى الاختيار ج. بسيطة وسهلة. يبقى الاختيار ج. مسألة برضو تانية على الكلام ده برضو. 9. برضو مدي شكل. بيقول إذا بدأت المجموعة من السكون عندما كانت الكتلتين في مستوى أفقي وهبطت الكتلة 3 كيلو جرام وأصبح البعد الرأسي بينهما 1.96 متر بعد ثانية واحدة من بدء الحركة، فإن كاف تساوي إيه كيلو جرام؟ هل تطلع بواحد ولا 3 على 2 ولا 2 ولا 5 على 2؟ تمام. دلوقتي الكتلتين في مستوى أفقي واحد. البعد الرأسي بينهما 1.6 متر.
احنا عارفين البعد الرأسي بين الكتلتين اللي زي كده 2 ف. البعد الرأسي بيساوي 2 ف. الكلام ده بكام؟ بواحد 96. يبقى كل واحد تتحرك كام؟ 98/100 متر. كل واحد جبنا كده فيه لكل واحد. يبقى كل كتلة تتحرك مسافة 98/100 متر في كام ثانية؟ في ثانية واحدة. كويس. اقدر اجيب العجلة. اقدر اجيب الايه؟ العجلة. اجيب العجلة ازاي بقى؟ يبقى عندنا ف عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. ده بصفر. ده مسكوه. الورقة بس فوق حضرتك. زائد نص. ايوه. جيم نون تربيع بكام؟ بواحد. اذا العجلة هتطلع بواحد 96/100 متر على الثانية تربيع. ادي العجلة. عايزين كاف بقى. عاوز اجيب كاف. احنا عندنا الوضع ده كاف بتساوي ايه؟ مجموع القوى المحركة على مجموع الكتل. ايوه. فالقوى المحركة هنا يعتبر تلاتة اهو. تلاتة ناقص كاف. مش كده؟ بقول لك هبطت الكتلة 3، يبقى الكتلة 3 أكبر هي اللي بتبتدي بيها. 3 ناقص كاف على 3 زائد كاف في د. 3 ناقص كاف في د كده، دي مجموع القوة. حلو. على 3 زائد كاف على طول، ولا أعمل معاه الحركة ولا بتاع. حلو. يبقى ده 1 96/100 3 ناقص كاف على 3 زائد كاف د ب 9.8. طبعا لما هنيجي هنجيب دي هنا 1.96 على 9.8 دي تطلع بكام؟ بخمس. يبقى 3 زائد كاف هتساوي 15 ناقص 5 كاف، يبقى 6 كاف بتساوي 12. يبقى كاف باتنين. يبقى كاف باتنين طبعا كيلو جرام. يبقى عندنا الاختيار جيم اهو مظلل. حلو. حلوه. وطريقه الحل ما خدتش وقت. يعني اللي احنا استخدمنا الملاحظات اللي قلتها بدل ما اعمل معادلات حركه وشغلانه يسرق مننا الوقت فيه. تمام يا فندم. تمام. يعني كان في بعض الطلبه يقول لك اعمل معادلات حركه واجمع وجيب العجله وبتاع. لا ما دي على طول. ما انت كده وفرت له الوقت على اساس يقدر يستهلكه في مساله ثانيه. تمام. نشوف نمره 10 يا فندم. بتقول قذف جسم كتلته 200 جرام راسيا لاعلى بسرعه 49 متر لكل ثانيه، فان طاقه وضعه عند اقصى ارتفاع يصل اليه الجسم ايه بالجول؟ هل 240 واحد من عشره؟ هل 490؟ هل 144 واحد من عشره؟ هل 2401؟ حلو. دلوقتي ادي الجسم اهو. ايوه. قذفته الى اعلى اهو، فوصل لاقصى ارتفاع ب 49 متر على الثانيه. طالما الجسم بيتحرك راسي يبقى مجموع طاقتي الحركه والوضع بيساوي مقدار ثابت. وحاجه احنا قلناها امبارح. ايوه. في الحلقه بتاعت امس. اما يكون الجسم بيتحرك راسي قذفته من اسفل نقطه، يبقى طاقة الحركة عند سطح الأرض. أيوة. بتساوي طاقة الوضع عند أقصى ارتفاع. عند القمة فوق. تمام. صح. يبقى معنى كده إن طاقة الوضع عند أقصى ارتفاع بيساوي طاقة الحركة لحظة القذف. يبقى طاقة الوضع. أيوة. عند أقصى ارتفاع. بتساوي طاقة الحركة. تساوي طاقة الحركة لحظة قذفه. من سطح الارض. يعني نص كاف عند تربيع. تمام. ادي نص. كاف عندنا بكام؟ ب 200 جرام. يبقى 200 على 1000. عشان عاوزينها بالجول. يخلي باله من الوحدات. عشان تبقى كاف لازم تكون بالكيلو جرام. عين 49 متر تربيع. كويس. هتطلع على طول الكلام ده ب 240 وواحد من عشره جول. يبقى الاختيار ألف اهو. الاختيار ألف. عملية بسيطة وجميلة.
اللي هي بتاعه العلاقه بين طاقه الحركه وطاقه الوضع في الحركه الرأسيه. أيوة. اللي هو المفروض مثلا لو سمينا دي الف وده ب، طه الف زائد ضاد الف بيساوي طه ب زائد ضاد ب. هنكتشف ان طاقه الحركه هنا هي طاقه الوضع، هي طاقه الحركه هنا. تمام يا فندم، تمام. وناخد بالنا من الوحدات. طالما هستخدم نص كاف عين تربيع لازم كاف تبقى بالكيلو جرام والسرعه بالمتر. هو يعني ان شاء الله زي كده هيبقى الامتحان باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. نشوف برضه 11. نشوف بقى مسائل مقال بقى كده. بتقول تتحرك قاطره افقيا تحت تاثير مقاومه تتناسب مع مربع سرعتها، وكانت هذه المقاومات تساوي 450 ثقل كيلو جرام عندما كانت سرعة القاطرة 30 كيلومتر لكل ساعة. احسب أقصى سرعة للقاطرة إذا كانت قدرتها 400 حصان. حلو، من المسائل المشهورة الحلوة. دلوقتي أنا عندي ميم بتتناسب مع عين تربيع. كويس، يعني ميم واحد على ميم اتنين، عين واحد تربيع على عين اتنين تربيع، اربع حاجات. كويس، لازم نعرف يديك العلاقات اللي بينهم. قال لك المقاومه 450 بسميها ميم واحد. لما كانت عندما عين واحد 30 في 5 على 18. يعني 25 على 3 متر على السنة. دول حدثين حصلوا في وقت واحد. نشوف بقى التاني. طب عند أقصى سرعة. أيوه. قاف بتساوي ميم. ولتكن ميم اتنين. مش عارف؟ عندما عين اتنين برضو أقصى سرعة عين. اللي احنا عايزينها. أجيب العلاقة. أيوه. من القدرة بقى. يبقى عندنا 450 على ميم 2 هتساوي 25 على 3 تربيع هتساوي على عين تربيع. نعمل معادلة. اقدر اجيب ميم 2 هتساوي 450 في عين تربيع. طلبين عين تربيع. 450 عين تربيع على 25 على وهنا لا من تربيع على 625 فوق في 9. تمام، صح كده؟ تمام. يعني هتطلع ميم 2 ب 162 على 25 عين تربيع. عايزين بقى ميم اللي هي تعتبر قاف. انا عندي القدره بقى. ايوه، قاف في عين. لاحظ بقى زي ما بنقول تاني بكرر. اما اقول القدره قاف عين يستحسن. ايوه، تبقى القدره بالثقل كيلو جرام والسرعه بالمتر والقوه بالكيلو جرام القدره بالثقل كيلو جرام متر على الثانيه والقوه بالثقل كيلو جرام والسرعه بالمتر على الثانيه. تمام، فهنا القدره كام؟ 400 حصان. يبقى نضرب في 75. يبقى 400 في 75 قاف اهي، دي قاف في عين. هقدر استنتج اهو ان عين تكعيب هتساوي 400 75 في 75 25 في 25 على 162 على 162 هتطلع عين تكعيب هتطلع كده 125000 على 27. يبقى عين الجذر التكعيبي ده صفر 50 على 3. 50 على 3 متر على الثانية. تمام؟ تمام. بس هو كان مديني سرعة أقل بالكيلومتر على الساعة، أضرب في 18 على 5. على 5 دي فيها ال 10 دي فيها ال 6 يبقى 60 كيلومتر على الساعة. حلوة. تمام. ومسألة جميلة جدا. من وربطة بين نيوتن الاول والقدره. لا ومن مسائل موضع اسئله في الامتحان يا استاذ مصر. تمام، موضع اسئله في الامتحان. تمام تمام. طيب نشوف مساله ثانيه يا فندم، نمره 12.
حلوة أوي المسألة دي، والمسألة دي موجودة في الاختبار الخامس في كتاب الوزارة ده. ايوه موجوده. عند عمل أساس منزل استخدمت مطرقة كتلتها 480 كيلو جرام لتسقط رأسيا من ارتفاع 2.5 متر على عمود أساس خرساني كتلته 120 كيلو جرام، فيكونان جسما واحدا يغوص في الأرض مسافة 24 سنتي. أوجد السرعة المشتركة للمطرقة والعمود بعد التصادم، وعايز دفع المطرقة للاسطوانة، وعايز متوسط مقاومة الأرض للمطرقة والعمود. دي مسائل كتاب الوزارة الجميل. يعني كتاب جميل. اتفضل يا فندم. فبيقول لك عند عمل أساس منزل استخدمت مطرقة كتلتها 450 زي شكو، يعني بندق فيها كده في العمود، فالعمود بيدق في الأرض. لتسقط رأسها من ارتفاع 2.5 متر. يعني ادي لو فرضنا ادي المطرقة هي اهو اللي هي كتلتها 480 كيلو جرام نازلة على عمود خرساني كده اللي هو كتلته 120 من ارتفاع كام؟ 2.5 متر. يبقى نقدر نجيب قبل التصادم بالعمود اقدر اجيب السرعه. تمام. يبقى عين تربيع عن صفر تربيع زائد 2 ده الفي تسقط كويس صفر. تمام. زائد 2 في 9.8 في 2.5 تمام كده. طيب هتطلع عين لما تحسبها تطلع ب 7 متر على الثانيه. كويس. يبقى المطرقه هنا هتوصل بسرعة 7 متر على السنة. أيوة. هتصطدم بالإيه؟ بالعمود. اللي سرعته كام؟ صفر. ساكن. أنا بحب دائما في مسائل التصادم ديت. أيوة. دائما أعمل السرعات، لو تصادم رأسي أعمل السرعات على إيد اليمين قبل التصادم. بعد التصادم تحرك الجسم واحد أسميه عين. بس. خلص. واقول كاف عين واحد كاف عين اتنين بيساوي مجموع كنت فين في الصوره. كويس. على طول كده. يبقى عندنا عند التصادم كاف واحد عين واحد كاف اتنين عين اتنين كاف واحد زائد كاف اتنين في عين. اهو الكتله دي 480 عين واحد بسبعه، الكتله التانيه 120 في صفر. ساكنه. وبعدين 480 زائد 120 في عين. هنطلع السرعه المشتركه. هجيب السرعه المشتركه دي هتبقى 480 في 7 هنا 0 0 6 عين. هتطلع السرعه المشتركه كام؟ 5.6 متر على الثانيه. جميل. ايه اللي حصل بقى؟ طالب ايه تاني الراجل؟ دفع المطرقه على الاسطوانه. يبقى التغير في كمية حركة الاسطوانة. الحدث التاني. يبقى دفع المطرقة على الاسطوانة. تغير في كمية حركة الاسطوانة. دفع المطرقة على الاسطوانة كمية التغير في كمية حركة الاسطوانة. في كمية حركة الاسطوانة. حلو. الحدث التاني. الاسطوانة اللي شغال على الاسطوانة. أيوة. كتلتها 120 عين اتنين بتاعتها بخمسة وستة وكانت ساكنة صفر. تمام. يبقى 120 في 5.6 طبعا هتطلع هنا التمييز بالايه؟ بالكيلو جرام في متر على الثانية. متر على الثانية اللي تعتبر نيوتن ثانية. تمام. يعني نفسها لما اقول نيوتن ثانية اللي هو تمييز الدفع، ما هو ده بيكافئ ده. ده الدفع. ماشي. طيب طالب ايه تاني؟ جه قال لك ايه؟ لا لا، لما المطرقه ضربت العمود راحوا داخلين اتحركوا داخل الارض 24 سم تقريبا. كام؟ 24 سم تقريبا. نشوف دخلت 24 سم. تمام. نيجي داخل الارض ندرسها بقى. ايه اللي بيحركه داخل الارض؟ وزنه. كويس. اللي بيوقفه المقاومة. يبقى كف ده ناقص مين بيساوي كف جيم. ده حل. هقول لك حل احسن.
ايوه اتفضل. التغير في الطاقه بسبب الشغل المبذول. حلو. وامتى يا ابنائنا الطلبه تعمل التغير في الطاقه بسبب الشغل المبذول؟ اما يديك سرعه وعندك مسافه. سرعات ومسافات. اعمل التغير في الطاقه بسبب الشغل المبذول. لو اداك سرعات وازمنه اعمل الدفع. التغير في كميه الحركه بيساوي الدفع. اللي هي قف في نون. تمام كده؟ ولا طريقه ان انا ممكن اعملها بنيوتن التاني. اقول له كاف دال ناقص ميم بيساوي كاف جيم. وادور على العجله. اروح جاب العجله. تمام. بس اجيب العجله من الاول. اه. عشان هو ابتدى بسرعه ابتدائيه 5.6 ونهايه بصفر عندك مسافه اجيب العجله الاول. وتطبق على وبعدين اقول له كاف دال ناقص ميم بيساوي كاف جيم. انما الطريقه اللي انا بقولها هتعملها لك في سطر واحد. ايوه. اقول له كده. مبدا شغل الطاقه. اه. طه ناقص طه صفر بيساوي الشغل. تمام. يبقى نص كاف عين تربيع ناقص عين صفر تربيع شغل مين؟ شغل كاف دال ناقص ميم في ف. ايوه. بس. الكتله الاتنين مع بعض بكام؟ ب 600. ان هي بصفر. عندنا السرعه ديت الثانيه الاولانيه ب 5.6 تربيع. الكتله 600 في 9.8 ناقص ميم في 24 على 100. ايوه لازم احولها. تمام كده؟ دول لما تضربهم في بعض هتطلع سالب 0 4 9 هيساوي 600 في 9.8 ناقص ميم في 24 من 100. هقسم ديت على ديت هتطلع بسالب 0.0 0.0 2.9.3 كويس. وده هتطلع 0.885 ناقص مين. هتطلع مين بقى بتساوي 0.0293 زائد 0.885 هتطلع 0.8054 نيوتن. عاوز انا بالسكر كيلو جرام اقسم على 9.8 تمام. يبقى ميم 0.8054 على 9.8 هتطلع 4600 سكر كيلو جرام. تمام. تمام كده؟ تمام. وكده يعني عملناها مبدأ شغل الطاقة. وكان ممكن يحلها بقانون نيوتن الثاني. عنده حلين اللي يحب يحله، بس دي هتبقى اسرع في الحل في الوقت. بس هي بس ايه الارقام؟ احنا معانا الاله الحاسبه. هي ارقامها كتير بس معانا الاله الحاسبه. تماما. تمام كده؟ تمام. ماشي. نشوف مساله كمان يعني برضو في موجوده. كل ده في النماذج بتاع كتاب المدرسه. عامل يدفع عربة كتلتها 20 كيلو جرام لتصعد مستوى يميل على أفقي بزاوية قياسها 25 درجة الأعلى بقوة مقدارها 140 نيوتن. فإذا كان معامل الاحتكاك بين المستوى والعربة 3/10 والعربة تتحرك مسافة 3.8 متر، احسب الشغل الكلي المبذول على العربة. وإذا تركت العربة أسفل المستوى من سكون احسب سرعة العربة عندما تكون على مسافة 3.8 على المستوى. سؤال حلو. دلوقتي أنا عندي عامل بيدفع عربة كتلتها 20 كيلو جرام لتصعد مستوى يميل على الأفق بزاوية قياسها كام؟ 25 لأعلى بقوة 140 نيوتن. يعني الراجل هو اللي بيدفع الإيه؟ العربة. فلو أنا جيت رسمت كده أهو ادي المستوى المائل ده 25، ادي الجسم طبعا الوزن هنا كاف دال، وهنا طبعا ده خشن اهو او بديك معامل احتكاك داري
ده كاف دال جتا 25 هنا كاف دال جا 25 ده بيدفعها لفوق هنا قاف بقوة مقدارها كام؟ 140 نيوتن. طالما هتحرك فوق يبقى في هنا ميم كافر كويس ميم كافر تمام. عندما يدفع العامل العربة يبقى الشغل الكلي ايوه عبارة عن شغل القوة ناقص شغل الايه مركبة الوزن مع معامل معامل الاحتكاك كل القوة المؤثرة يبقى الشغل المبذول من القوة من القوة ايوه ناقص الشغل المبذول من مركبة الوزن من الوزن وقوة المقاومة او قوة الاحتكاك تمام. تعال نطبق الكلام. الشغل المبذول من القوة هيبقى عندنا 140 في المسافة اللي اتحركتها 3.8 ناقص اجيب القوة اللي هنا هيبقى كاف دال اللي هي 20 في 9.8 في جا 25 زائد ميم كاف ب3/10 ايوه معامل الاحتكاك الحركي الكتلة ب20 ايوه في جتا 25 عوضت انت حضرتك على الره تمام اللي هي ر بيساوي كاب د جتا 25 طبعا في 9.8 قبل ما انسى هنا اهو كل ده بكام؟ في 3.8 المسافه. هنيجي نحسب الكلام ده بالآلة على طول هتطلع ب 14.7 جول بالآلة. ده الشغل كله. ده الشغل كلي لما العامل بيدفع العربة. ايوه. جه الراجل ما دفعش العربة، راحت العربية نازلة. عاوز الشغل اهو. عندما تكون بقى مفيش العامل. يبقى اللي هينزله مركبة الوقت اهي. كاف دال جا 25 وهنا هيبقى ميم كافره. يبقى برضو عندما تتحرك العربة لأسفل المستوى يبقى الشغل الكلي هتساوي الشغل المبذول من الوزن ناقص ناقص الشغل المبذول من المقاومة لو قوة الاحتكاك. الشغل المبذول من الوزن اللي هي كاب ب20 في 9.8 في جا 25 في 3.8 ناقص ميم كاف 3/10 20 في 9.8 في جتا 25 في 3.8 هنحسب دي برضو هتطلع ب 112.3 جول. ده طالب حاجة تانية. طالب عاوز اجيب السرعة. انا عندي سرعة التغير في الطاقة بيساوي الشغل. تمام. اهو. التغير في الطاقة بيساوي الشغل. هيبقى نص كاف عين تربيع. الطاقة في البداية بصفر. الشغل اللي انا جبته ل 112.3. تمام. يبقى نص كاف ب20 عين تربيع. طلع يبقى عين تربيع دي مع دي فعل 10 يبقى 3.21/10 واجيبها بالآلة 3.35% متر على الثانية. احنا بنشكر حضرتك على كمية المسائل الجميلة ويعني نستمر ان شاء الله بعد شوية ان شاء الله في مسائل تاني حلقات في الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا يا فندم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.